لا تفوتوا حرب النجوم، مغامرات الجيداي الصغير على ديزني جونيور. لكن الآن فلنشاهد لحظة سحرية أخرى. في مستودع الخردة نكتشف إمكانية إعادة استخدام الأدوات التي نتخلص منها في بناء أشياء جديدة ومدهشة، ويبدو أن لصاً لاحظ هذا ويتصرف بشكل سيء. هل يستطيع الفريق الإمساك به؟ إنه تيبور وقراصنته، وهذه الأشياء من ساحة خردة مارلا. انتهينا، إنه رائع. القراصنة ببرج يارم سينبهرون عندما يرونها. أصبح جاهزاً، هيا نسرق أشياء أكبر وأفضل. لدي فكرة أفضل، لنسرق أشياء أكبر وأفضل. لكن هذا علينا اختباره. كفاك سرقة اليوم يا تيبر. أوه، أنتم ثانية. كان علي توقع أنكم من تسرقون ساحة مارلا. إنها فقط خردة، لما تهتمون؟ لأن كل قطعة خردة مميزة وملك مارلا، وسنعيدها إليها. هذا لن يكون ممكناً. صحيح يا عملاق الخردة؟ عملاق الخردة؟ قد بنيناه من خردة تلك السيدة. مبهر ها؟ سأستخدمه في سرقة الأشياء الثقيلة، بدءاً بتمثال مؤسسة الكوكب المذهل. عملاق الخردة لا تدعهم يطبعون. يا عملاق الخردة، والآن لدينا تمثال لنسرقه. لا تقلق ليس، ربما يمكننا باستخدام القوة. شيء يساعدنا بهذا، لكن لا أرى إلا قطعة خردة. قطعة خردة؟ وجدتها، وكما قالت مارلا، الخردة سنحولها لشيء جديد. ولقد بنى تيبر آلياً من الخردة، فربما يمكننا بناء شيء لتحريكه. سوف نبدأ بهذا. حان وقت الرفع. أجل! نجحنا! والآن لنوقف تيبر ونستعد الخردة. انظروا إلينا، نسرق تمثال كاليا كوباب الشهير. من لن ينبهر بنا؟ حسناً يا تيبر، قد انتهى الحفل، أعد التمثال مكانه. لما لا تبقون في أماكنكم؟ عملاق الخردة عليك بهم. هناك طريقة لإغلاقه. من هنا. ماذا عن عملاق الخردة؟ سنتركه، إنه بلا فائدة. عملاق الخردة، ابقى هنا وامنع الجيداي من تتبعنا. مهلا، لن نقاتل. تيبر كان مستعدا للتخلص منك، لكنني تعلمت أن قطع الخردة مميزة وقد تتحول لشيء مذهل، كعمل فني أو رافعة أو آلي عملاق ليس عليه القتال. ليس لزاماً أن نتخلص من الأشياء المكسورة أو المخلفات،
باستخدام الحماس والخيال يمكننا تحويلها إلى شيء جديد ومميز. اشتركوا لفيديوهات أكثر وتابعوا ديزني جونيور لمشاهدة مسلسلاتكم المفضلة.